شو بلا ام احمد؟ ايش هيك عم تحكي؟ شوف ابو وصفي، نحن اتفقنا انه نتجوز، بس على شرط تكتب لي وبكتب لك. انا بسلم رقبتي ببلاش، اوعى فت عينك على قدك. شو المعنى؟ بدك تكتب لي شي من املاكك، بيع شري. بس انا هيك ما شو بده يطلع لي؟ لك انت بدك تصير جوزي، يعني بدك تمون علي، وانت بتعرف انه الرجال اذا لعب بديله بيطالع المرأة بأوعية مو العكس. بقى انا بدي قبل كتب الكتاب تكتب لي شي ضمانة للحياة. بتعرف الدنيا فيها موت وحياة، انت ما شاء الله عندك عيلة واولاد، بعد امر طويل امر طويل اذا صار لك شي ما حدا بيتعرف علي لا انا ولا اولادي بلقلة وحدة. شو قلت؟ يعني حلو منك هلا؟ حلو هيك فاهم منك تقولي لي اياه؟ وإمتى؟ عند الحزة واللذة؟ روح يا، أنا آخر كلام هذا عندي، كل من إله نبي بيصلي عليه. اللهم صلي عليك يا نبي. إيه محمد، أنا موافق. وين في عندي أرض نحجي هرود، بتطلع لك شي 10 دنومات، فيها موتور مي بياخذ الحال. بيعجبك هيك شي؟ ما بيعجبني لا، لأني أنا لا لي بالأراضي ولا لي بالزراعة عيني. غلطانة كثير، أرض مثل الذهب. أبو وصفي، بدك تكتب لي شيء بينسكن، يا اسكن فيه يا اجره. شو قلت؟ ايه، اللهم صل عليك يا نبي. لا تفكر، لا تفكر، تكتب لي بنكتب الكتاب، والشهود اللي بدها تشهد على كتب الكتاب بتشهد لي على اللي بدك تكتب لي يا بيع وشراء، يا اما الغي لي المشروع. شو قلت؟ يا ام احمد، اللي بيسلمك بذبحه لا تذبحه. طيب وينك؟ بكتب لك شقة ببنايتي مثل الغرف اللي بقيت سيها جنب ابو عدنان، منيح؟ فاضية؟ لا، مأجلة ومفروشة. لكان شقتين وما بتفاصلني، وكل شقة ثلاث غرف وصوفة، شو قلت؟ ايه؟ ايه بس يا ام احمد، انا شو بقيلي هيك؟ بلا اخذ عطا، بلا اخذ عطا، ما بدك بلا، انت حر، انا ما جبرتك، ما ضربتك على ايدك. ايه لا، زودتيها كثير هيك ام احمد، زودتيها، إيه ما راعيتيني بنوم. شو بيلي؟ ولا لأنك باز كتير من إيدي اللي بتوجعني؟ شو علي؟ كل شي بحسابه أم أحمد، تكرمي، أنا رايح جيب الشهود. لا تنسى عقد البيع.